السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة. اليوم سنصنع فستان صغير من الكروشيه بهذا الصدر. رأينا سابقا كيف صنعنا هذا الصدر. سأترك لكم موقع الفيديو فوق في أعلى الشاشة وتحت في صندوق الوصف. سنبدأ بإبرة الكروشيه رقم 3، ونبدأ أولا بالخيط الأبيض. نبدأ هنا من غرزة الصدفة، وسطها غرزة الصدفة الموجودة في أحد أركان المربع. أولا نربط الخيط، نربطه جيدا بعقدة قوية، ثم في وسط غرزة الصدفة نصنع غرزتي سلسلة. غرزتي سلسلة، ثم في جهة الطرف الآخر للكم ندخل، نلف الخيط حول الإبرة وندخل الإبرة في داخل غرزة الصدفة، ثم نصنع غرزة عمود. هكذا نكون قد أقفلنا حردات الأكمام. نستمر بغرزة الصدفة إلى النهاية، إلى نهاية الطرف. عندما يبقى لنا هنا 4 أعمدة تقريبا، سنأخذ هذا العمود الأخير هنا مع بداية الغرزة الأخرى في الجهة الأخرى، يعني غرزتي سلسلة هنا، و نخرج الخيط بهذه الطريقة، ثم نصنع غرزة عمود. بهذه الطريقة نربط الطرفين فتحتين، يعني فتحة طرفي الفتحة نربطهم بهذه الطريقة. نستمر، نأخذ الغرزة الموالية والغرزة الموالية الأخرى للجهة الأخرى. نحاول أن نخرج الخيط أولا من الغرزتين، ثم نصنع غرزة عمود عادية. نستمر بنفس الطريقة في الغرزتين المواليتين، نحاول أن نخرج الخيط ثم نصنع غرزة، والغرزة الأخيرة مع الغرزة الرابعة من الجهة الأخرى. وهكذا نكون قد أغلقنا الجهتين في نفس المرة. نتابع بغرزة العمود. نتابع بغرزة العمود إلى نهاية هذا الطرف، إلى غرزة الصدفة، ثم أعود إليكم. وصلنا إلى غرزة العمود، عفوا غرزة الصدفة في الطرف الآخر. سنشتغل في داخله بغرزة عمود واحدة، ثم نأخذ الطرف الآخر للأكمام، للكم الثاني، ثم نشتغل بنفس الطريقة، وداخل غرزة الصدفة نصنع غرزة عمود واحدة. بهذه الطريقة نكون قد أقفلنا الكم الثاني. نستمر بغرزة العمود، فوق كل غرزة عمود نصنع غرزة عمود أخرى.
ونستغل بغرزة العمود إلى الطرف الآخر. في النهاية بواسطة غرزة المنزلقة نربط هذا الطرف بغرزتي السلسلة التي بدأنا بها بهذه الطريقة. الآن نكمل بغرزتي السلسلة، ثم فوق كل غرزة عمود غرزة عمود أخرى، ونكمل بهذه الطريقة إلى أن ننتهي من الدورة. نبدأ بغرزتي سلسلة في الجانب، غرزتي سلسلة، ونستمر بغرزة العمود. في كل غرزة فوق كل غرزة عمود غرزة عمود أخرى كما ترون هنا، فوق كل غرزة عمود نصنع غرزة عمود جديدة. نستمر بغرزة العمود عفوا إلى أن نكمل الدورة. في النهاية بواسطة غرزة المنزلقة نربط الطرفين معا. الآن سنصنع غرزتي سلسلة، ثم في نفس الحلقة نصنع غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود في نفس الحلقة، وغرزة عمود أخرى، نحصل على غرزة صدفة. أترك غرزة سلسلة واحدة، عفوا نعم غرزة سلسلة واحدة، وأشتغل في هذا العمود هنا. أدخل الإبرة بهذه الطريقة وأصنع غرزة عمود أمامية بنفس الطريقة. أترك غرزة هنا، هذه الغرزة هنا كما فعلت في هذه الجهة، غرزة غرزة، يعني أترك هذا العمود وهذا العمود، أشتغل هنا وأصنع غرزة صدفة. غرزة صدفة يعني غرزتي عمود، غرزة سلسلة وغرزتي عمود في نفس الغرزة. نصنع هذا، نستمر بنفس الطريقة، نترك هذه الغرزة ونشتغل هنا ونأخذ هذه الغرزة ونشتغل فيها ونصنع غرزة عمود أمامية. نترك هذه الغرزة وهذه ونشتغل هنا نصنع غرزة صدفة عفوا. نستمر بنفس الطريقة دائما، نترك غرزة ونشتغل في الأخرى، نأخذ غرزة العمود ونصنع فيها غرزة عمود أمامية، نترك غرزة هنا وهنا ونصنع هنا غرزة صدفة. كما ترون نستمر بنفس الطريقة إلى أن ننتهي من الدورة. نستمر، نترك دائما غرزتين، ثم في غرزة العمود هنا نشتغل بغرزة عمود أمامي.
نترك غرزتين ونشتغل هنا بغرزة الصدفة. بهذه الطريقة نستمر على هذه الطريقة إلى نهاية الدورة، ومع آخر غرزة عمود أمامية ثم غرزة منزلقة. الآن سنصنع غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود. غرزتي السلسلة هي بمثابة غرزة عمود فوق غرزة عمود هنا، ثم نصنع هنا غرزة عمود، ثم نصنع غرزة صدفة داخل غرزة الصدفة. نستمر غرزة عمود فوق غرزة عمود وغرزة العمود الأخرى. أما في غرزة العمود الأمامية دائما نشتغل فيها ونصنع غرزة عمود أمامية. نستمر غرزة عمود فوق غرزة عمود بدون إضافة غرزة سلسلة، غرزة عمود مرة أخرى فوق غرزة عمود، ونصنع داخل غرزة صدفة غرزة صدفة أخرى ثم غرزة السلسلة وغرزتي عمود. هكذا نصنع غرزة الصدفة. نستمر بغرزة العمود فوق غرزة عمود سابقة، مرة أخرى غرزة عمود، وغرزة عمود أمامية. في غرزة العمود الأمامية السابقة دائما ندخل إبرة تحت هنا ثم نحاول أن نخرج الخيط، هكذا نحصل على غرزة عمود أمامية. نصنع مرة أخرى غرزة عمود فوق غرزة العمود وغرزة عمود أخرى فوق غرزة عمود الأخرى، ثم غرزة الصدفة داخل غرزة الصدفة. نكمل غرزة العمود فوق غرزة العمود. وغرزة العمود الأخرى، غرزة عمود أمامية من هنا فوق غرزة العمود الأمامية، ونستمر بنفس هذه الطريقة. غرزة عمود هنا ثم هنا غرزة عمود، ونلاحظ أن عندنا تزايد في غرز الصدفة. نصنع هنا داخل غرزة صدفة جديدة، ثم غرزة عمود داخل فوق غرزة العمود. نستمر غرزة عمود مرة أخرى، ثم هنا غرزة عمود أمامية. مثلا هنا بهذه الطريقة نستمر إلى نهاية الدورة. في نهاية الدورة نقفل بغرزة المنزلقة. نستمر نصنع غرزتي سلسلة ثم فوق غرزة العمود الثانية نصنع غرزة عمود، فوق كل غرزة عمود غرزة عمود أخرى. ثم نصنع غرزة سلسلة ونستمر هذه المرة بدون غرزة صدفة، غرزة سلسلة ثم أو غرزتي سلسلة، ثم في الغرزة الأخرى نصنع غرزة عمود
نستمر بغرزة العمود. ثم في الغرزة الأمامية، عفوا، نصنع غرزة أمامية أخرى ونستمر غرزة عمود فوق غرزة عمود، غرزة عمود أخرى فوق غرزة العمود الأخرى، ونستمر دائما بغرزة العمود. ثم غرزتي سلسلة، ونصنع غرزة عمود فوق الغرزة الأخرى، نستمر غرزة عمود غرزة عمود ثم غرزة عمود رابعة، نصنع غرزة عمود أمامية فوق غرزة العمود الأمامية، ثم غرزة عمود عادية غرزة عمود عادية، نستمر بغرزة العمود العادية، ثم غرزتي سلسلة. دائما الآن هنا دائما نصنع غرزتي سلسلة عفوا، ثم غرزة عمود فوق غرزة عمود. مثلا طريقة سهلة، دائما مثلا هنا، دائما هنا فوق هنا غرزة العمود الأمامية، دائما نصنع 4 غرز أعمدة فوق كل غرزة عمود غرزة عمود، ثم هنا غرزتي سلسلة، ثم 4 غرز أعمدة عادية، ثم غرزة عمود أمامية، ثم 4 غرز أعمدة عادية غرزتي سلسلة، و4 غرز أعمدة عادية. نستمر بهذه الطريقة، يعني طريقة سهلة، سنستمر بهذه الزخرفة وهذه الغرزة إلى النهاية. أخطأت، غرزة عمود أمامية، ثم هنا غرزة عمود عادية، 4 غرز سأصنع هنا، 4 غرز فوق كل غرزة عمود غرزة عمود أخرى، ثم غرزتي سلسلة، و4 غرز أخرى، من يريد يعني عرض أكبر لتنورة الفستان يمكن أن يضيف، أن يزيد دائما ويصنع هنا غرزة صدفة دائما، إلى أن يعني أنا بالنسبة لي هذا العرض هو كافي. أصنع هنا غرزة عمود أمامية، استمر غرزة عمود وغرزة عمود، غرزتي سلسلة، ثم أشتغل في الجهة الأخرى وأصنع غرزة عمود، غرزة عمود ثانية في الغرزة الموالية، ثم غرزة عمود ثالثة في الغرزة الثالثة، ثم غرزة عمود رابعة في الغرزة الرابعة. ثم غرزة عمود أمامية فوق غرزة العمود الأمامية السابقة. أستمر بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة، وأكمل فقط بهذه الغرزة بدون زيادات إلى نهاية الطول المرغوب فيه. كما ترون وصلت إلى هذا الارتفاع، وهذه النتيجة النهائية للتنورة بهذه الغرزة. تقريبا هنا اشتغلت من الحزام
من لون البرتقالي إلى تحت التنورة تقريبا 25 سنتيمتر، وطول الفستان عفوا طوله بالكامل 40.5 تقريبا، 40.5 سنتيمتر. ليست هذه النتيجة النهائية، سأتابع لكم في فيديو آخر كيف سأدخل تعديلات كثيرة في هذا الفستان، وسأضيف أشياء أخرى لتصبح أكثر، ليصبح الفستان عفوا أكثر جمالية. يمكن أن نتركه على هذه النتيجة. ويمكن أن نضيف له أشياء أخرى. تابعوا معي الجزء الآخر، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة لتساندوني وتشجعوني أكثر على العطاء. أترككم في رعاية الله، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله مع فستان الكروشيه.